شكرا نادين ووائل، أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة الخاصة من اسطنبول التي نفردها لتطورات الأحداث على الحدود السورية التركية. وفي آخر المستجدات، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إسقاط طائرتين حربيتين تابعتين للنظام السوري من طراز سخوي 24 وتدمير عدد من المواقع وكذلك أنظمة الدفاع الجوي، وذلك ردا على إسقاط طائرة مسيرة تركية في وقت سابق من هذا النهار في منطقة الاشتباكات في إدلب. ووسائل الإعلام التابعة للنظام السوري كانت قد أكدت سقوط هاتين الطائرتين، فيما قالت مصادر في المعارضة بأن طاقم الطائرة استطاع القفز من الطائرة بالمظلات في منطقة معرشورين التي تسيطر عليها القوات النظامية. في الساعات الأولى لانتهاء المهلة، مدفعية الجيش التركي تقصف عدة مواقع عسكرية لقوات الأسد في نبل والزهراء شمال حلب، تبعها تحليق للطائرات الحربية F-16 على الحدود السورية مع تركيا. الجيش الوطني يعزز من حضوره في مدينة إدلب وفي ريف حلب الغربي بانتظار إعلان ساعة الصفر. نحن اليوم جاهزين لأي عمل عسكري على قوات النظام اللي على المناطق اللي تقدم عليها النظام باتجاه إدلب وريف إدلب لنرجع أخوتنا المدنيين اللي مشردين في الخيام. سلسلة تطورات تمثلت بإرسال تركيا تعزيزات عسكرية إضافية إلى نقاط مراقبتها المنتشرة في أرياف إدلب استعدادا لحرب محتملة على مواقع نظام الأسد فيما لو فرضت المعركة علينا، يقول القادة الأتراك. وبالفعل كانت تطورات سير المعارك اليوم لافتة، إذ أعلنت القوات التركية عن إسقاط طائرتين حربيتين للنظام السوري يعكس جدية أنقرة في خيارها العسكري. لم يكن ذلك من السهل قبل اليوم، إذ كانت الطائرات على مدى سنوات تطير في سماء إدلب وتقصف وتدمر وتتسبب في النزوح ثم تعود في يوم آخر. تبدو رياح الحرب اليوم مختلفة، وبالرغم من سوريالية الحرب حين يكون طرفاها الأساسيان سوريين، لكن الثمن الأكثر قساوة عادة ما يدفعه المدنيون العزل، إذ أن قوافل النازحين تكاد لا تتوقف تمشي نحو المجهول وتتدفق صوب مناطق حدودية لا يهم مبدئيا سوى أن يكون المكان آمنا، أن يكون قصيا عن جحيم قصف الطيران الروسي وقصف قوات النظام. سيناريوهات الحرب ما زالت أكثر رواجاً منذ مبادرات السلام، وصوت طبول المعارك يزداد حدة مع كل يوم يمضي، والثابت الوحيد هو مأساة الإنسان السوري وحدها لم تتغير منذ سنوات 9. قحطان مصطفى، العربي، شمال حلب. طبعا كل هذه التطورات تأتي في سياق التصريحات المتتالية التي أدلى بها خلوصي أكار وزير الدفاع التركي، الذي قال بأن العملية العسكرية في سوريا لن تتوقف وأن هدفها إنهاء مجازر النظام السوري في منطقة إدلب. عملية درع الربيع ضد قوات النظام السوري في محافظة إدلب بدأت عقب الاعتداء الغادر على القوات التركية في 27 من فبراير الماضي. ننتظر من روسيا استخدام نفوذها لوقف هجمات النظام وإجباره على الانسحاب إلى حدود اتفاقية سوتشي. حيدنا 2212 عنصرا تابعا للنظام السوري، ودمرنا طائرة مسيرة وثمانية مروحيات و103 دبابات و72 مدفعية وراجمة صواريخ وثلاثة أنظمة دفاع جوي لغاية اليوم. في سياق متصل أيضا، أعلنت فصائل المعارضة سيطرتها على عدد من القرى في منطقة جبل الزاوية وسهل الغاب، بينها قرى القاهرة والعنكاوي وأيضا قليدين. ويأتي هذه المعارك بعد اشتباكات خاضتها قوات المعارضة في مناطق متعددة، بينما شنت طائرات غارات روسية على محيط مدينتي بنش وسراقب شرق محافظة إدلب. يأتي هذا في وقت أيضا أعلنت فيه إيران مقتل 21 عنصرا من القوات التابعة لها، تحديدا من لواءي زينبيون وفاطميون في الاشتباكات الدائرة في إدلب. وسط مدينة للحرب ميادينها المتعددة،
ثمة من يمهد لسير خطة المعركة بناء على المعلومات. هذا فراس أبو عمر يعمل في مرصد محافظة إدلب، يحاول رصد تعليمات قوات النظام وأوامره عبر اختراق ترددات الاتصال الخاصة بهم. وبناء على جهده تم استهداف طائرات مسيرة لأحد أرتال النظام العسكرية، ما تسبب بحالة ذعر كبيرة لدى عناصر قوات النظام. وحسب التنصت على الترددات الجيش المجرم، سمعنا حالة تخبط كبيرة في صفوف مرتزقة النظام وعصابات الأسد، ولله الحمد. يعني كل ما عم يطلع رات الحمد لله رب العالمين، في بعض الطائرات الاستطلاع المزخرة عم تستهدف الأرتال التي قادمة من الجنوب باتجاه مدينة سراقب. تحليق مكثف لطائرات تركية بدون طيار في أجواء إدلب واستهداف عدة مواقع عسكرية للنظام تسببت بمقتل المئات من عناصر النظام وتدمير عشرات الآليات التابعة له بحسب مصادر في المعارضة. تقدم بري ملحوظ لقوات المعارضة إذ سيطرت على عدة قرى جنوب إدلب بالتزامن مع الضربات التركية خلال الساعات الأولى بعد انتهاء المهلة التركية للنظام الأسد للانسحاب إلى حدود اتفاق سوتشي، وبمساعدة أنقرة حصلت فصائل المعارضة السورية على عشرات الآليات المدرعة استخدمتها في استعادة عدة مواقع كانت قد خسرتها خلال الأسابيع الأخيرة كمدينة سراقب وبلدة النيرب والقرى المحيطة بهما. وتقر فصائل المعارضة بأن حصولها على الأسلحة التركية الحديثة أسهم في قلب موازين المعارك لصالحها في إدلب خلال الأيام القليلة الماضية. تقدم لفصائل المعارضة واستعادة لبعض القرى التي خسرتها مؤخرا بعد التدخل التركي الذي قلب موازين القوى على الأرض، مما أجبر قوات النظام على الانسحاب تحت ضربات الطائرات المسيرة وراجمات الصواريخ. خالد الدلبي، العربي، ريف إدلب الشرقي. تنضم إلي شبكة مراسلين لإلقاء مزيد من الضوء على أيضا هذه التطورات من إدلب. يبقى معي خالد الإدلبي من اسطنبول، عدنان جان من الحدود السورية التركية إلى فياسين، وأيضا من طهران مراسلنا حازم كلاس. أبدأ معك خالد، ما هي آخر التطورات الميدانية في ظل كل هذه الأحداث المتسارعة التي شهدها هذا النهار؟ نعم، ظاهر التطورات الميدانية هي تقدم كبير لفصائل المعارضة على حساب قوات النظام منذ عصر اليوم وحتى هذه اللحظات. سيطرت فصائل المعارضة على 7 قرى من كانت قوات النظام قد سيطرت عليها قبل عدة أيام. أهم هذه البلدات هي بلدة حزارين الواقعة بالقرب من مدينة كفرنبل. قوات المعارضة الآن باتت على أبواب مدينة كفرنبل وباتت تبعد عن مدينة معرة النعمان قرابة 14 كيلومترا فقط من الجهة الغربية. تشن الآن فصائل المعارضة بدعم من القوات التركية هجوما على مدينة كفرنبل لمحاولة السيطرة على المدينة. أيضا سيطرت فصائل المعارضة على بلدة الدار الكبيرة في ريف أو في جبل الزاوية بعد تفجير أحد مقاتلي هيئة تحرير الشام عربة مفخخة كان يستقلها بتجمع لقوات النظام، مما دفع قوات النظام إلى الانسحاب من البلدة. أيضا تستمر عملية تقدم فصائل المعارضة باتجاه عمق منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي. كان اليوم هناك نشاط كبير للطائرات المسيرة التركية، رفضت فصائل المعارضة استهداف الطائرات التركية لعدة مواقع لقوات النظام في محيط مدينة معرة النعمان وتدمير عدة أرتال لقوات النظام على أستراد حلب دمشق الدولي. أيضا دارت اشتباكات في محيط منطقة ريف حلب الغربي. نعم خالد، دعني أستطلع أيضا المشهد لدى إلاف على الحدود السورية التركية. إلاف، ما هي آخر التطورات لديك؟ نعم زاهر، في الحقيقة نحن الآن في منطقة قريبة من الحدود السورية التركية تدعى ييلداغ. حقيقة أهالي المنطقة أخبرونا أنهم استطاعوا السماع بوضوح سقوط طائرتي السخوي التي تحدث عنها وزير الدفاع خلوصي أكار، وقبل قليل قالوا أنهم سمعوا أيضا انفجارا قد يكون ما ذكرته مصادر في المعارضة المسلحة أنه استهداف لطائرة سخوي أخرى داخل الأراضي السورية. يأتي هذا بالتزامن مع مظاهرات عمت الولايات الجنوبية التركية زاهر، وهي مظاهرات عفوية ظهرت خرجت لدعم التدخل العسكري التركي أو ما سمي بدرع الربيع.
كما أنهم بعضهم منهم في منطقة كلس الجنوبية على سبيل المثال حاولوا اقتحام المعبر الحدودي من الجهة التركية إلى الداخل السوري للسأر كما قالوا للجنود الأتراك الذين قتلوا قبل يومين. نعم. يبدو أن هناك عملية عسكرية مستمرة مما نسمعه في الأجواء هنا ومن الضغط الشعبي على الحكومة التركية للاستمرار فيه. نعم عدنان، يعني العملية العسكرية مستمرة، ماذا عن مجريات العملية السياسية؟ بالتوازي مع ما يجري على الأرض زاهر، باب المحادثات السياسية والدبلوماسية بين أنقرة وموسكو لم يغلق. تم التأكيد على عقد قمة ثنائية سوف تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الروسية موسكو في 5 من شهر آذار/مارس الجاري. أيضا سوف يسبقه لقاء بين وفدين تركي وروسي يضم وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو ووزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدا. ربما الأنظار جميعها سوف تترقب نتائج هذه القمة، إما اتفاق وهي قد تكون الجولة الأخيرة من باب المفاوضات بين الجانبين، وإما خلاف سيتبعه تصعيد تركي عسكري على الأرض. سقف التوقعات في الحقيقة منخفض من إمكانية التوصل إلى اتفاق بين أنقرة وموسكو في ظل الخلاف الكبير في وجهات النظر. تركيا تضع شرطا رئيسيا وهي انسحاب قوات النظام إلى خلف نقاط المراقبة وإعادة تنفيذ بنود اتفاقية سوتشي. هل ستقبل موسكو بهذا العرض التركي أم لا؟ هذا ما سنشهده خلال المحادثات التي سوف تجري خلال الأسبوع المقبل. نعم أيضا عدنان، دعني أنتقل لحازم في طهران. حازم، إيران أعلنت عن مقتل 21 شخصا من الفصائل التي تدعمها تحديدا من لواءي زينبيون وفاطميون، ماذا في التفاصيل؟ في التفاصيل قلق إيراني، يعني يمكن القول أن التطورات التي تحصل في إدلب تقلق إيران كثيرا، لذلك تتحرك إيران على مستويين عسكري وسياسي. على المستوى العسكري وإن لم نتحدث عن تحركات عملية على الأرض، إلا أن صدور بيان عن مركز لأول مرة بهذه اللهجة، لهجة تحمل شيئا كبيرا من التحذير تحت عنوان المركز العسكري الاستشاري للقوات الإيرانية في سوريا، وقوله بأن القوات التركية كانت لأشهر على مرمى من نيران النظام السوري وحلفائه وإيران وحلفائها أيضا، ولكن لم يستهدفوها وبالمقابل سقط منهم قتلى، فإن هذا يحمل الكثير من الدلالات، هذا عسكريا إن صح التعبير. أما سياسيا فقد حاول الرئيس الإيراني خلال الليلة الماضية وبطبيعة الحال الجهاز الدبلوماسي الإيراني التحرك باتجاه أنقرة وموسكو من أجل الدفع باتجاه التهدئة نوعا ما. الرئيس الإيراني يقول أن الأوضاع في إدلب مقلقة، نعم، ولكن لا حل عسكري، الحل يجب أن يكون بالاستناد إلى الحوار وعدم تضييع مسار أستانا. طهران تقول أن تضييع مسار أستانا سيكون بضرر الجميع، سيفسح المجال أمام الولايات المتحدة الأمريكية والناتو للتدخل في سوريا، وبالنسبة لطهران نفسها سيضيع إنجازات ميدانية كما تقول تريد أن تحقق مكاسبها السياسية من خلال مسار أستانا. شكرا جزيلا لك حازم كلاس مراسلنا في طهران، وأشكر أيضا زملائي من إدلب خالد الإدلبي من الحدود السورية التركية إيلاف ياسين، ومن اسطنبول الزميل عدنان جان. وفي شأن أيضا ذي صلة يتعلق تحديدا بموضوع المهاجرين، قال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو أن أكثر من 65 ألف مهاجر عبروا الحدود التركية اليونانية باتجاه البر الأوروبي في منطقة أدرنا. يأتي هذا في الوقت الذي تستخدم فيه قوات الحدود اليونانية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المهاجرين الذين احتشدوا بالآلاف بانتظار العبور عبور هذه الحدود نحو أوروبا. نتابع تقرير الزميل أحمد غنام. أسود هو دخان أوروبا في وجه المهاجرين على النقيض من أحلام اللاجئين، ورغم ضبابية الصورة حول إمكانية دخول اليونان، إلا أن حشودا كبيرة من المهاجرين تدفقت باتجاه الحدود. احتراق بلادهم في أتون الحرب
أو انعدام فرص الحياة بكرامة إضافة إلى القهر والفقر، كلها عوامل تدفعهم إلى تجشم مخاطر السفر إلى أوروبا. لا يريدون أن يتجرع أطفالهم مرارة الحياة كما خبروها هم من قبلهم. حسن وعائلته غادروا حلب بعد سقوطها. الخدمات الصحية ومستقبل أطفالهم جل ما يريدونه من أوروبا. هكذا إذن السقوف العالية في مكان هي نفسها واطئة في أماكن أخرى. أموجب العالم اللي راح، يعني أنا عندي أختي هناك صلى 3-4 سنين رايحة منه كما كانت في تركيا. الوضع ممتاز، يعني الأولاد عم بروحوا على المدرسة، عم بيجوا من المدرسة، عم بدرسوا، عم بتثقفوا، عم بصيروا. رقية مثل أخيها حسن تشتكي من سوء الأوضاع وصعوبة العيش في تركيا، ولا خيار لها سوى القارة العجوز. وزوجي مشلول، هنيك بياخذ راتب تقاعدي، ما بيطلبوا منا انه نحن نطلع نشتغل، يعني لنقدم مثلا ندفع اجار بيت او فواتير كهرباء او مي او شيء. الاولاد بيطلعوا بدرسوا. مواجهة بالقنابل الصوتية والمسيلة للدموع من قبل حرس الحدود اليوناني وعبور نهر لا يقل خطورة عن ذلك بانتظار المهاجرين، إضافة إلى ظروف إنسانية صعبة في محطة الانتظار هذه. كأن طبيعة الأرض وجغرافيا الحدود متفقة مع تعثرات الدبلوماسية ومناكفات الساسة، فخيارات هؤلاء المهاجرين محدودة في عبور النهر، مخاطر جمة تنتظرهم في الوصول إلى الحلم الأوروبي، ناهيك عن ظروف إقامتهم وسوء أوضاعهم في هذا العراء. أحمد غنام، العربي، من ضفة نهر ميريج على الحدود التركية اليونانية. على الجهة الأخرى من الحدود، تحديدا الجهة البحرية التي تشترك فيها تركيا مع اليونان بالمياه الإقليمية، توجد جزيرة ليزبوس، ربما هي الملجأ الأكثر قربا بالنسبة للمهاجرين الذين يركبون البحر باتجاه الوصول إلى البر الأوروبي. صابر أيوب زار هذه الجزيرة وتحديدا مخيم موريا للمهاجرين واللاجئين وأعد لنا هذا التقرير أيضا. كيلومترات معدودة وانتهى بهم بحر إيجا إلى السواحل اليونانية، بحر هادئ حمل في الساعات القليلة الماضية عشرات القوارب من تركيا إلى داخل حدود التكتل الأوروبي. وجبة بسيطة تقدمها منظمة إغاثية، وينقلون تحت حراسة الشرطة اليونانية إلى مخيم الغابات. زورق مطاطي، جلد منفوخ لا يتعدى سعره 2000 يورو، أوصل 80 من اللاجئين الأفغان بأطفالهم ونسائهم إلى بر الأمان. الشرطة اليونانية تحرسهم الآن في انتظار نقلهم إلى مخيم موريا، حيث الأوضاع الإنسانية هناك لا تطاق. تحت أشجار الزيتون لن تهدأ هواجسهم، ما زالوا مضطربين، فروا من الحرب والفقر والمآسي في بلدانهم، ووقعوا في أسر مخيم عشوائي يكبر على تخوم ميتيليني أكبر مدن الجزيرة. فوات، لاجئ أفغاني يخشى أن يضيع حلمه تحت سقف خيمة. العالقون بين مساومات وحسابات دولية يتكدسون في مخيم لا ترفع عنه القمامة. اختلفت ألسنتهم بالعربي والفارسي والأردي والسواحلي وغيرها من اللغات، لكن التوصيف واحد، مخيم موريا هو الجحيم الذي يمنع عنهم جنة الغرب. ساجدة لجأة أفغانية تحاول تدفئة أطفالها وتطبخ لهم على نار حطبها من أغصان شجر الزيتون. هنا يجوع اللاجئون، يلسعهم البرد، هنا يدرك الأطفال أن الجغرافيا السياسية مثل الحرب، كلاهما مدمر لأحلام الصغار. إذا راح منها النظام وهذا أرجع عليها. كوخ جديد على أطراف المخيم، قريبا ستبتلعه خيم وأكواخ الوافدين الجدد. من جزيرة ليسبوس، صابر أيوب، العربي، اليونان.
ينضم إلي زميل أحمد غنام المتواجد على الحدود التركية اليونانية البلغارية في أدرنا. أحمد، يعني على الرغم من الظروف الصعبة التي نشاهدها وتنقلها لنا، هل ما يعني يزال مزيد من المهاجرين يأتون إلى هذه المنطقة على أمل العبور إلى البر الأوروبي؟ زاهر، رغم انخفاض درجات الحرارة في هذه الأثناء في هذه اللحظة بشكل كبير عن درجات الحرارة في النهار، إلا أنه وتير ارتفاع ملحوظ في وتيرة وقدوم المجموعات المهاجرين إلى هذه المنطقة على طول الحدود التركية اليونانية، ليس فقط هنا حيث نقف عند معبر التركي اليوناني البري، إنما فقط على طريق على طول الحدود اليونانية، خاصة بالقرب من نهر مارج، حيث هناك يستغل المهاجرون بعض النقاط المراقبة الضعيفة للعبور باتجاه الأراضي اليونانية. تمكنت من التواصل مع مجموعة من اللاجئين السوريين، تمكنوا من عبور هذا النهر وبصعوبة جدا، وباتفاق مع سماسرة يبدو أو اتفاق مع إن صح القول مع تجار البشر، وعبروا المنطقة إلى باتجاه اليونان رغم وجود قنابل صوتية مسيلة للدموع، إلا أنهم أصروا على العبور وتمكنوا من الوصول. يوجد الكثير من المجموعات ومن الجنسيات المختلفة خاصة الأفغان في هذه المنطقة، أعداد كبيرة تتواصل حتى اللحظة، رغم ما يسمعون رغم ما يقال عن وجود حرس الحدود اليوناني وإلقائه للقنابل الصوتية، ورغم سوء الأوضاع الإنسانية وانخفاض درجات الحرارة إلى درجات كبيرة في الليل، إلا أن حشود المهاجرين متواصلة حتى هذه اللحظة. هذا ما يثير استغراب الكثير من المراقبين وخاصة الصحفيين ووسائل الإعلام. نحن نقف بصعوبة جدا في هذا الجو البارد، لكن الحشود متواصلة على طول 10 كيلومترات إلى هنا، يوجد حشود تمشي على مشيا على الأقدام باتجاه الحدود. هناك إصرار كبير واضح في لدى المهاجرين من أجل الوصول إلى طيب الاتحاد. أحمد، ما مصير اللاجئين والمهاجرين الذين يتمكنون من قطع هذا النهر أو يتمكنون من الوصول إلى البر اليوناني؟ هل يتم يعني إدخالهم في السياق القانوني وفي الإجراءات اللازمة، أم أنهم يعني يتعرضون لإجراءات مختلفة عن العالم؟ هناك إجراءات مختلفة حسب بعض شهود عيان من اللاجئين الأفغان، تحديدا من المهاجرين الأفغان، كانوا قد تواصلوا مع أصدقائهم صباحا، تمكنوا من عبور النهر ودخول الأراضي اليونانية، تم اعتقالهم من قبل الخفر الحدودي، وأيضا تم تجريدهم من ثيابهم وأخذ جميع ممتلكاتهم سواء المالية أو الثياب أو حتى الهواتف النقالة، وتم إعادتهم بالقوة إلى الحدود التركية. أما السوريين يبدو أن لديهم وضع مختلف بالدخول، بعد الدخول إلى الأراضي اليونانية يتم هناك تسجيل قوائم بأسماء السوريين ثم أخذهم إلى أماكن يمكن تسميتها بمراكز إيواء جماعية ريثما تتم تسوية أمورهم القانونية. شكرا جزيلا لك أحمد غنام من الحدود التركية اليونانية في أدرنا. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه النافذة، نعود للزملاء نادين ووائل في لندن لمتابعة ملفات العربي اليوم.